إن شاء الله يعني. أكيد هادو عناوين وأغلفة على مجلات عربية وجزائرية. شفناهم مع بعض بصح العناوين الأبرز راح نشوفوهم دوكا، وأمل وهبي راح تعلق في فنكم، وأول غلاف راح نشوفوه مع بعض. أمل وهبي سأترك الغناء وأبيع البطاطا إذا فشل ألبومي الجديد. عمري ما قلت هالكلمة، هذه جملة ماشي تاعي. واش هي واش قلت؟ قلت لهم أنا نقدر نزرع البطاطا خاطرش أنا مهندسة زراعية. قلت لهم نقدر ندير هذه المهنة، نقدر نكون سي فنانة يعني. ما قلتش أترك الغناء وزرع. هذا هو هدف هذه الفقرة، باش نوضحوا بعض العناوين. نروح لعنوان آخر.